بقول لك ايه، ما تيجي ناخدهم ونروح نركب جنب استاذ محرم؟ اه طبعا، يا ريت. يلا يا اولاد، مصطفى، عبد الرحمن، شادي، يلا تعال، يلا نركب جمل. يلا بينا، يلا تعال يا ريس. يلا يلا يلا. ممكن الجملين دول يا ريس؟ ايه، هتركبوهم؟ لا انا كلهم. انا خلاص يا بيه، هتركبوهم ولا هتتصوروا معاهم؟ لا هنركبهم وهنطلع عينهم كمان. يلا يا اولاد، يلا اتفضل يا بيه. يلا حبيبي. ايه ده، انت حكايتك غريبة أوي، وما فكرتوش ترجعوا لبعض تاني؟ لا، عشان هي اتجوزت. اتجوزت؟ هو انت كنت طلقتها اصلا؟ هي طلقت نفسها، كان في شرط في عقد الجواز. معلش يعني، ممكن اسألك سؤال؟ انت ايه اللي خلاك اصلا تتجوز واحدة يا بنات؟ شوفي يا استاذة، انا ما فيش حاجة في حياتي كملت صح، وانا في رابعة جامعة ابويا مات فدخلتش الامتحان، واضطريت انزل اشتغل عشان اعيش، بس كملت وخدت الليسانس في الاخر. لما حبيت اتجوز قلت دي اجنبية، لا مهر بقى ولا شبكة وهنكافح سوا. هربت بالعيال، نفسي بقى الست شهور دول هما اللي يكملوا في حياتي كلها صح ويفضلوا معاه. أنا مش خايف من عقد ولا اتفاق، قد ما نفسي أخلي ولادي يعيشوا في بلدهم ويحبوها. هيعيشوا وهيبقوا أحسن من مكانه في اليابان كمان. للدرجة دي؟ أحسن مكانه في اليابان كمان؟ أيوة أحسن، طول ما هما جنبك هيبقوا أحسن، عشان اللي انت حكيتهولي واللي انا شايفاه قدامي ده بيقولوا انك بني ادم حنين قوي واب حقيقي كمان. اي حد في مكانك كان هينسى الموضوع كله على بعضه ويبدا حياته من اول وجديد، بس انت ما عملتش كده، بالعكس انت حاربت عشان ولادك يبقوا في حضنك. ما تخافش، هتحقق كل اللي بتحلم بيه، وهتشوف ولادك احسن من ما انت عايز كمان. ولا من ناحيتي يا سيدي، هخليهم في المدرسه تحت عيني طول الوقت، وهعمل كل اللي في ايدي عشان مستواهم ما يقلش. انتوا بتعملوا ايه يا اولاد؟ لقد قررت استاذ ابن ان من يشرب ماء اللي يعود الي، ونحن نريد نكرر هذه الرحله. يعني اللي انتوا بتشربوها دي ميه من النيل؟ نعم، لقد شربنا كثيرا. كثيرا؟ لقد شربوا كثيرا. احي دكتور، دكتور بسرعة. في يا أستاذ خير؟ أولادي اتسمموا. أكلوا حاجة بايظة؟ لا، شربوا. شربوا بنزين ولا سبوتيود؟ لا، شربوا من النيل. شربوا من النيل؟ شربوا حمص الشام. هو النيل فيه إيه بالشرب؟ الحمد لله، غسيل المعدة اللي عملناه زال كل السموم اللي في الجسم. انا اديت لهم حقنه مهدئه هتنيمهم بتاع 5-6 ساعات كده. انا عايزكم تطمنوا على الاخر. متشكرين قوي يا دكتور. الحمد لله. بس اشمعنى انا ما حصلليش كده يا دكتور؟ ليه، هو انت شربت معاهم؟ ده انا اربعت. انت ما عليكش خوف يا بيلي، انت كل يوم بتشرب 100 ترديتين اصلا. عن اذنكم. الو، حضرتك تحت؟ طيب هننزل لك حالا، مع السلامه. باباك تحت يا شادي. طب انا ماشي، بس يبقى طمني عليهم والنبي. يلا بينا. أنا نازل معاكم. أنا آسفة على كل اللي حصل. أنت مش عارف، أنا حاسة بالذنب والله، وحاسة إن أنا سبب في كل ده. أنت روحك كانت هتطلع عليهم. ما أنت عارفة إن هم روحي. الحمد لله إن هي جت على كده. لبنى، أنا آسف، شلت التكليف. لا خالص، ولا يهمك. طيب أنت مش هتروحي بقى؟ ده أنت تعبت معانا أوي النهاردة. لا طبعًا أروحي. أنا هفضل جنبهم لحد ما أطمن إن هم بقوا كويسين. بعدين ما تقلقش، انا كلمت ماما وقلت لها اني اتاخر شويه. استاذ محرم، عايزين حضرتك في الحسابات. 4000 جنيه غسيل معده، و2000 جنيه ادويه وحقن، و2000 جنيه غرفه عشان الاولاد هيبقوا عندنا الليله دي. هي الاوضه ب 2000 جنيه؟
ايوه حضرتك، ولو المبلغ مش جاهز تقدر تسيب لنا ديبوزيت والباقي بكره. ديبوزيت ايه؟ هو انا جاي احجز عربيه؟ وبعدين مفيش بكره، العيال هتخرج دلوقتي، دول اوضه ب 2000 جنيه يا عم. يا فندم بعد ما عوموا الجنيه المبلغ ده ما بقاش. بس بقى بس بس. ايوه فرحات الحقني. والله يا ابني ما مصدق اللي انت عملته ده. انت مجنون يا محرم؟ حد يخرج عياله من المستشفى بالمنظر ده وهم لسه ما فاقوش؟ خدمه مش عجباني. وبعدين انت عايزني ادفع 2000 جنيه في الليله يا فرحات؟ طب والله العظيم لولا الفلوس اللي انت دفعتها لي ما كنت عرفت اكمل فلوس المستشفى. يا جدع عيب عليك، فلوس ايه؟ انت بتقول ايه؟ احنا اخوات. ده عشان ما فيك يا فرحات. انما ايه يعني موضوع قلوبنا ده؟ مره نوصلها وتليفونات. خليك في حالك يا فرحات وبص قدام. اتفضل. أهلا يا باشا. رخص. هو سيادتك أنا فرحات الديب المحامي يا باشا، ويظهر بحكم عملي نزلت مستعجل فنسيت الورق والرخص وكل حاجة في البيت أو في المكتب. لا يا شيخ. يا فندم. مين العيال دي؟ دول ولادي يا باشا. ولادك؟ وإيه اللي منايمهم كده؟ صحوا العيال دي؟ حرام يا باشا، حضرتك هنوش الفجر. وبعدين يا باشا دول واخدين كمية مهدئات ما أقولكش، تقريبا متبنجين. متبنجين؟ قلتلي حضرتك اسمك إيه؟ فرحات الديب المحامي يا باشا. طب انزل لي بقى يا أستاذ فرحات. حاضر يا باشا، تحت أمرك. أنا بفكرك بس يا فندم إن التاكسي ده هواية، والمشكلة كلها إن أنا بس العجلة خد بقى. دول ولادي يا باشا. معاك ما يثبت إنهم ولادك؟ يعني أنا همشي بشهادات ميلادهم في الشارع يعني يا باشا؟ معايا بطاقة شخصية في الشنطة، ممكن أوريها لحضرتك؟ طب وأنا إيه اللي يثبت لي إن العيال دي ولادك؟ ما هم شبهوا يا باشا، بص عليهم كويس شبهوا. لا والله عندك حق، فولة وانقسمت نصين، يعني العيال مش شبهك ومتبنجين تبقى خاطفهم. أقسم بالله ولادي. تصدق بعد الكلمة اللي أنت قلتها دي أنا مش مصدقك خالص. يا باشا النهارده دخل علينا وانا اقسمت لحضرتك 30 يمين ان الولاد دول عيالي، اعمل ايه تاني يعني؟ قسمك على عيني وراسي يا سيدي، بس لازم يبقى فيه اثباتات قانونيه، شهادات ميلاد، باسبورتات. طيب ماشي يا باشا. بقولك ايه، كلم شاهين خليه يجيب باسبوراتهم ولا شهادات ميلادهم من البيت، خلينا نخلص. يا ريتهم في البيت، اوراقهم في المدرسه اللي قدمنا لهم فيها. انت ناسي؟ خلاص نكلم السفاره ونشوف رايها ايه. لا سفاره لا. انت خفت اهو، يبقى الحكايه فيها ان يا باشا الحكايه ما فيهاش ان ولا حاجه. سيادتك العيال قربوا يفوق يعني، مش معقول يعني يفوق على المنظر ده. ماله المنظر؟ ماله المنظر؟ لا منظر جميل، ممكن اتصور معاهم سيلفي يا باشا؟ هنهرج ولا ايه يا جدعان؟ طب يا باشا انا بستسمح حضرتك، اخد الولاد اوديهم البيت وقسما بالله العظيم هرجع لك تاني. انسى. تعالى محرم بقول لك ايه، هو انت مش بتقول ان شهادات الميلاد والباسبورات كلها في المدرسه؟ طب ما تكلم لبنى يا اخي، خليه تجيب الورق وتيجي. صح اكلم لبنى. شفت الفكره؟ عشان تعرف بس ان انت من غيري ولا حاجه. كل ورطه انا اللي بنقذك منها، احمد ربنا ان انا صاحبك. سيبنا اكلمها يا فرحات. مالهم الولاد يا سوزوكي؟ مستشفى؟ اسم؟ جبت الكلام ده منين؟ لا ما حصلش طبعا. كذبت. يعني اللي انا شفته بجد بقى. انتوا بتراقبوني يا سوزوكي مش كده؟ بقول لك يا عم سوزوكي عشان تطلع من دماغي خالص، انت ليك ان العيال يبقوا زي الفل، والمبلغ جاي ان شاء الله هتلاقيهم احسن مكانه في اليابان. مع السلامه يا حبيبي. يا ولاد انا مش عايزكم تزعلوا من اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح ده بيحصل في اي حته في الدنيا عادي يعني. يلا بقى نتغدى، كل حاجه موجوده، رز، رنجة، تونة، والمكرونة اللي بتصفوها بالعصيان دي. نعم يا ده المكرونة. يا ده انا بعيد على البيت يلا بقى تضربوا الحاجات اللي انا شارعها لعيالي وحاطين لي الاكياس في المطبخ فاضيه. اهدى انا مش فاهمه تقصد ايه يا اخويا. المكرونه الياباني اللي انا شارعها لاولادي فين؟ اخس عليك يا محرم، ده هم كانوا حبتين كده حسره وندامه عملتهم باللحمه المفرومه اللي عزت وفتحي وما كفوهمش. حتى انا عجبتني الحسره والعيال عجبتها الندامه. بالسم الهاري يا رب تدفعوه. جرام حرم ده بدل ما تقول لنا مطرح ما يسر يمرق
ما تزعلش نفسك يا اخويا، انا هبعت الواد فتحي يجيب بجنيه مكرونه من تحت. بجنيه ونص. هتجيبوا لي منين اذا كنت انا اللي بصرف عليكم؟ محرم، الزم حدودك. انا برضو بصرف على البيت، بصرف ولا ما بصرفش يا وليه؟ بتصرف ايه يا عاقل يا فاشل؟ وبعدين ال100 ولا ال200 جنيه اللي بتدفعهم دي فلوس؟ ويا ريتك بتكسبهم من عرق جبينك يا اخي، بتجيبهم من لعب القمار على القهوه يا امرتي. ليه ده انت زودتها يا لهوي؟ هتعمل ايه يا شاهين؟ هديله بالرصيه. الحقونا يا ناس. سيبيه يا درينج، سيبيه يضربني بالرصيه. ولا يقدر يا اخويا، ده الشيطان دخل بينكم. معلش امسحها فيا انا يا محرم. وانت يا شاهين شوف ايه اللي يرضي محرم واعمله. اللي يرضيني يا بدريه انكم تسيبوا البيت. ايه؟ نسيب البيت ونترمي في الشارع؟ ايوه، يمكن تحس على دمك يا اخي وتنزل تفتح ورشتك اللي انت قافلها تحت دي، وتبطل لعب قمار وصياعه وقله ادب. وبعدين انا خلاص مرتبي على قدي، ويا دوب مكفيني انا وعيالي بالعافيه. يا اخي طالما انت مش قد مصاريف العيال ولا عرفهم، ما تسيبهم عند امهم. لو سمعتك بتقول الكلام ده يا شاهين هقطع لك لسانك. يا استاذه لبنى الحقيني. ايه رايك في الفلانه ده محرم؟ جبناها من البلطيم السنه اللي فاتت. بدري خدي جوزك وخشي جوه. يا اهلا وسهلا، يا الف اهلا. لم نفسك. بحي القمر بس. معلش يا محرم، شكلي جيت في وقت غير مناسب. لا خالص، اتفضلي اتفضلي يا لبنى. مالك يا محرم، في ايه؟ لا مفيش حاجه. المشاكل الماديه امرها سهل وممكن تتحل ببساطه، اهم حاجه ان ولادك كويسين وبخير. هو انت بتخلص شغلك الساعه كام؟ 3 4 كده يعني، اشمعنى؟ طب كويس قوي، يعني عندك باقي اليوم فاضي ما بتعملش فيه اي حاجه. ايه رايك تشوف شغل تاني بعد الظهر؟ بجد يا لبنى انت من الحاجات اللي بتحسسني ان الدنيا لسه بخير. والله في حاجات كتير قوي في الدنيا تحسسك انها بخير، بس انت اللي مش واخد بالك منها. عندي لك خبر حلو، انا لسه راجعه من الوزاره حالا، وهم وافقوا يعملوا لهم امتحان عشان يدخلوا على المرحله الاعداديه على طول. يلا بينا يا اولاد. اين بيليا؟ كنا نريد نودعه. صحيح بيليا فين يا استاذه لبنى؟ قصدي شادي. شادي بقاله كذا يوم ما جاش المدرسه، مش عارفه ليه. الواد بيليا ما جاش وما اعرفش عنده حاجه يا استاذ محرم. لا احنا رحنا البيت اللي ابوه شغال فيه بواب، قالوا لنا صاحب البيت طرده. وانا كمان طردت يا استاذ محرم. الواد بيليا مصمم ان هو يروح المدرسه ويجيني بعد الظهر، هات مفتاح 8 يا والكلام ده اللي مؤاخذه مش هياكل معايا، يا الدراسه يا الشغل. المفتاح يا اسطى. ده مفتاح 8 يا ابني، مش علامه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لو ابنك ترضى حد يعمل معاه كده؟ انت مش هتحترم نفسك بقى، العيال دي مكانها المدارس اساسا، خلي عندك دم يا اخي. مورنز مورنز، هي الحاجه اللي مش عندكم اصلا الاخلاق. انت متاكده ان المدرسه دي كويسه؟ ما تقلقش، وبعدين دي اقرب مدرسه اعدادي ليه، وانا ليا زمايل كتير قوي هوصيهم عليها. امال انا جايه معاكم ليه؟ ومن وقت للتاني هبقى اجي اطمن عليها. صحيح انت عملت ايه في موضوع الشغل؟ جبت كل الجرايد والمجلات، قلبت الدنيا، مفيش حاجه نافعاني. ان شاء الله خير. مستر محروس. اهلا اهلا استاذه لبنى، عاش من شافي. ازي حضرتك؟ الحته الجامده دي يا اسطى، بنت فرس يا زميلي. احترم نفسك. مستر محروس مدرس الانجليزي، كان معايا في سبت اللبن واتنقل هنا من فتره. استاذ محرم والد مصطفى وعبد الرحمن. اهلا وسهلا، دول جايين من اليابان، الوزاره اختارتنا هيبقوا معايا هنا في الفصل. مش هواسي حضرتك عليهم. ما تقلقيش خالص يا استاذه لبنى. قوم يا ابني، قوم اقعد هنا ورا. تعال يا حبيبي تعال، ما تخافش. سبيك انجلش؟ تعال يا حبيبي تعال. دي بابا. نزل ايدك، اوعى تلمسه خالص، اتركن جنب الحيطه. يلا يلا. خافش يا حبيبي. والنبي تاخد بالك يا استاذ محروس، انت شايف سنهم صغير بالنسبه لزمايلهم هنا يعني؟ ما تقلقش خالص يا استاذ محرم، المدرسه هنا فيها ظبط وربط. ظبط بس. اعترف نفسك يا حيوان، اوعى زي الفرخه اللي انت قاعد عليها. شكله محترم فعلا. مش قلت لك ما تقلقش؟ دروس؟ عايزاني ادي دروس؟ انت مش بتقول انك خريج ادب تاريخ؟ ايوه خريج تاريخ، بس هو في حد دلوقتي بياخد دروس تاريخ؟ انا فعلا ضد الدروس الخصوصيه، بس انا متضايقه عشانك قوي، وعارفه انت محتاج فلوس قد ايه عشان الولاد وطلباتهم. بصراحه دول بيفطروا رنجه. الهنا والشفا.
المهم ان اول ما لقيت واحده بتسالني على مدرس تاريخ لبنتها انت جيت في بالي على طول، قلت فرصه. بس انا عمري ما ذاكرت لحد. انت بس هات كتاب التاريخ بتاع اولى ثانوي ويفتحه كده وبص فيها تفتكر كل حاجه. المهم الولاد عاملين ايه؟ في اوضتهم بيذاكروا. المدرسه الجديده شكلها طلعت تمام.